إذا مشاهدينا من أمام البرلمان المغربي كنواصل معكم التغطية ديال هذه المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية. إذا كما كتشوفوا معنا بالصورة هذا المشهد هذا اللي بغى يوصل منه هذا الشاب هذا رسالة للحكومة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة الرسالة اللي بغينا نوصلوا، حنا جايين من المدينة ديال مراكش للتعبير على الغضب ديالنا من حكومة الزيادات، حكومة القهرة، حكومة الحقرة اللي ما خلاش شي مادة أساسية وما زادت فيها. هذا الأسلوب هذا للتعبير على واقع واحد الفئات كبيرة من المجتمع المغربي اللي ولات عايشة على الخبز وأتاي كمعيش أساسي في ظل ارتفاع المهول ديال الأسعار، ضرب القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، ديال التجميد ديال الأجور، واقع ديال الحقرة وواقع ديال القهرة من طرف حكومة أخنوش، حكومة الزيادات بامتياز. شنو المطلوب من الحكومة ديال أخنوش؟ المطلوبة هي المطلب الرئيسي هو الرحيل ديال هذه الحكومة الغير اجتماعية لأنها قهرات المغاربة. المطلب الثاني هو الخفض ديال الأسعار، تحريك ديال 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 الأجور، امتصاص الغضب عبر إعادة ديال الثمن ديال المحروقات السابق العهد ديالو، ديال خفض التكلفة ديال المعيشة، ديال تحريك السلم ديال الأجور لفئات كبيرة من المجتمع المغربي. معنا شاب. السلام عليكم. أنا اليوم جيت باش وحنايا بزاف علينا هادشي، الشعب ضعيف، الشعب كاع ما عنده تباش يعيش، كاين في البراهم مفضوة ولاد العياشي البنات كيمشيو للمدرسة 2 كيلومتر 3 كيلومتر بزاف عليهم، وكنطلب من الحكومة دير معنا شي حل حيت بزاف وصوتنا عيا وعاش سيدنا والله ينسى سيدنا، وكنتمنى ديرنا ما قديناش بقينا نعيشوا بهاد الغلاء وبهاد الأسعار. وشكرا وعاش الملك. اشنو نقولوا؟ عيقتي علينا بزاف، عيقتي وزدتي لينا في كل شيء. انت عايش وحنا ما عايشينش، حنا ما واكلين ما عايشين ما والو، وانت عايش غادي وحنايا ما عايشينش تنموتوا بالجوع. كاين الناس اللي ما عندوش، كاين الطلاب، كاين بزاف ديال الحاجه، ديروا معنا شي حل. الاولويات ديال رئيس الحكومه الان من بعد هذه الاحتجاجات؟ اهم حاجه هي خاصه قدنا غلاء ديال الاسعار ديال المواد الغذائيه حيت ما بقيناش قادين نعيشوا عليها بزاف. وبغينا نطلبوا يدير لنا السكن للناس حيت الناس ما عندهم فين يسكنوا. الناس بالكم مهرسين، كيسكنوا غير في الزنقه، كيسكنوا غير في الزنقه، كيسكنوا غير في الزنقه. الناس دابا دايرين بالك في البراهمه، مريبين لهم كل شيء، ما دايرين لهم لا ما لا ضو، ما دايرين معاهم حتى حل. تنطلب من رئيس البرنامج يدير الناس حل على وديت السكن، حيت الناس تشردوا ولاو تعيشوا غير في الزناقي، تياكلوا غير خبز واتاي. انا اللي كنطلب من الحكومه دير معنا شي حل على هذا الغلاء، ودير لنا شي حل حيت حنا بزاف علينا وهذا الشيء بزاف. دابا بزاف المغاربه اللي غادي يشاهدوا غادي يبغيو يعرفوا شنو الحاله الاجتماعيه ديالك، واش واخا كتقرا خدامه؟ انا خرجت من الدراسه، انا خرجت من الدراسه شحال هذه، انا خدمت في 15 عام خارجه كندمر خارجه كنخدم. حيت علاش؟ حيت الحكومه والو زيرو، ما كدير لنا حتى حاجه، مدرسه كتكون بعيده، ما عندناش باش نقراو والو، والدينا ضعاف فقراء غير كاريين، ما عندهمش، ما عندناش باش نقراو. انا خرجت تنخدم في 15 عام كنخدم، وحد لدابا باقي كنخدم وماشي بشي سالير اللي عادي عادي، كنعيش بغير انا راسي وغير دارنا. وكنتمنى من الحكومه دير معنا شي حل حيت بزاف. شكرا. السلام عليكم. انا بالنسبه للموضوع بغيت نتمم الموضوع ديالها، حنا بغينا من الكلام ديال هاد المواطنه هي بالنسبه لها ما كملتش الدراسه ديالها، تنظن بانه عرفت بان المستقبل في التعليم غير مضمون وغامض، هذاك الشيء علاش ما كملتش القرايه ديالها كيف جميع المواطنين اللي ما كملوش الدراسه ديالهم. انا الموضوع اللي بغا ندوي فيه نداء للسيد وزير الوزير الاول على انه يفتح لنا واحد التحقيق حول شركه اليونز دارنا اللي سرقت العدد كبير من السكان من المواطنين الاموال ديالهم. مثلا بالنسبه لنا هنايا الاسره ديالنا دات لنا 4 مليون و60 الف ريال 2013، وخلينا كاع الابواب تيقول لك بان سير عند المحامي
باش يستنزفك باش عفوا باش تزيد لعب مره ثانيه. حنا ما بغيناش نمشيو للمحكمه، ما بغيناش نمشيو للمحامي، بغيناهم هما يفتحوا تحقيق تلفازي في اذاعه في تلفازه وطنيه ويكشفوا على العيوب اللي كاينه والسرقات اللي تمت العائلات المتشتته والمتفرقه واللي ما قداش تنظم باش تحتج. وخا تمشي للدار البيضاء المقر تما كانه بانه كاين تما واحد الطريقه ديال الصمت وبانه ما تيتصنتو حتى الواحد بحال اللي تيقول لك اللي في خيلك سرجو. اذا شنو هو الحل لتصحيح هذا الوضع؟ الحل هو خاص يتدخل وزير العدل ويدخل رئيس الحكومه باش يجيبوا هذوك المسؤولين اللي داو 4 المليون وداو 5 المليون وداو 3 المليون يرجعوها لمواليها. والسبب السبب لماذا؟ لان هذيك البقعه اللي ما بغاوش يأديو فيها هي بقعه تحت ارضيه العمق ديالها 4 5 المتروات، ما يمكنش لواحد السيد اللي موظف عادي انه غياخذ بقعه وهي في العمق ديالها 6 متر 5 متر، خاصو يبني 4 طبقات لتحت عاد باش يبني الدار فين غيسكن هو. شكرا شكرا. معنا مواطن اخر. وعليكم السلام. المسيره الاحتجاجيه النجاح ديالها. السلام عليكم، معك السي محمد مناضل من الحزب الاشتراكي الموحد فرع مراكش. هذه المسيره الاحتجاجيه دعت لها الهيئه، دعت لها الهيئه الاجتماعيه ضد الغلاء، ضد الغلاء وضد الفقر والتهميش، ومن اجل اطلاق سراح المعتقلين. فبالفعل هي مسيره ناجحه، مسيره ناجحه تقريبا 100% حضور جل المناضلين من المغرب لرفع صوت واحد اللي هو لا للتهميش ولا للفقر والمطالبه باطلاق سراح المعتقلين. شكرا. السلام عليكم. هذه المسيرة زوينة اللي درنا عليها اليد بيناتنا المواطنين، ولكن حنا بغينا هي الأسعار شوية تنقص وتقعد ويحسوا بنا. حنا هذه المسيرة درناها على حسب المواطنين كاملين، حنا هي مواطنين خوتنا، حنا مسلمين كاملين، ونحاولوا زعما نتفاهموا بعضياتنا، ما يكونش هذا النقاش وهذه الزياده وهذا التفاهم، يكون الحوار، الحوار تفاهم، ما يكونش الغدر، ما يكونش الغدر بيناتنا. يعني حلاش حنايا مكرفسين في الزياده، مكرفسين في الحياه ديالنا، في وليداتنا، واش حنا عباد الله؟ ناخذوك انت كحاله خاصه، اعطينا الحاله الاجتماعيه ديالك. الحاله الاجتماعيه ديالي انا كاري، انا وليداتي ما عنديش باش نكون، انا خدامه في عند شي ناس في حانوت كنتخلص 1000 ريال للنهار. 1000 ريال للنهار كي كديري لها؟ ما ماشي مشكل، نتقاتل فيها ما عنديش مشكل، ولكن الا لقاوكي هي مفرش فرشه كيجيو عندك يحيدوا لك ديك الفرشه، يحيدوا لك السليعه ويقول لك نوض. يعني الا ما عندكش كي غادي دير؟ واش غدابز انت مع واحد لابس اللبسه نتاع المخزن؟ ما يمكنلكش دابز النظام. يعني كتمشي للسبيطار ما كيعطوكش حقك، كتمشي للمدارس ما يعطوكش حقك. حنا بغينا هي وليداتنا يقراو، وبغينا يكون بيناتنا شويه نتاع التسامح وشويه نتاع الاحترام، بغينا حنايا الاحترام، وينقصوا علينا من الزياده، ينقصوا علينا من الزياده. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. انت دابا كتقولي هضره، ولكن في التلفزيون كتسمعوا في الاخبار راه كل شيء زين، كل شيء مقاد. هذا لا ما اش كتبان لك؟ لا هي المظهر، هضره ديال التلفزيون. لا هي المظهر، هي اشهار، هي الاشهار والمظهر. يعني وكا كان بغاو يشوفوا يحاوروا الناس وكا واقع حاجه اخرى. بغيت تقولي واقع حاجه وحده اخرى كاينه في البيوت وما كتبانش، شحال من حاجه كاين. هي المظهر، هي المظهر، هي المظهر، كاين كلشي مظهر. حنا المغاربه حنا بيدينا كلشي مظهر، ما كيبينوش الحقيقه، القصوى الحقيقيه ما كايناش. وبغينا هذا التضامن يكون زعما على الله يتفاهموا معنا ويديروا معنا شي حل، ينقصوها من المواد، ينقصوا من المواد وينقصوا من الضوء والماء، ويشوفوا كيديروا مع المواطن. راه حشومه هذا الشيء، واش بغاو الناس يتشردوا في الزناقي؟ راه حشومه. كاين اللي ما عندوش واش 1000 ريال غتعيش دوله؟ واش عباد الله كتخرج 1000 ريال ما كدير لك والو، كتمشي للقزار كيزيد عليك، كتمشي لعند مول الخضره كيزيد عليك، ملي كتهضر معاه كيقول لك اودي هذا الشيء ماشي من عندي انا، سيروا عندهم هما. حنا ما عندنا حتى علاقه في هذا الشيء،
حنا دابا حنا كنهضروا كما ربي يهديهم على المواطن، يشوف من الحال هذا المواطن. واخا عطيني واحد الرساله حضاريه مباشره. حضاره مباشره. الحكومه كامله. الحكومه كامله. انا ما نكذبش عليك، انا ما نقدرش نقول لك شي حاجه، انا كن يديروا خدمتهم وصافي. يديروا خدمتهم وكنشكر محمد السادس ديالنا الله يخليه لنا والله ينصروا لنا، ويشوف من الحاله نتاع الدرويش والحاله نتاع الناس اللي ما عندهمش، ويشوف السبيطارات اللي فيه الوجهيات، كيجي كيصاوب السبيطار كي اسمح لي غادي تبقى معي واحد القصيم، كيجي واحد القصيم كيجي زو السبيطار ها الماتيريال ها الدويات ها الصناطات ها الدواد القلب ها الدواد هادي ها الدواد هادي، مي كيخرج ما كيبقاو لا صناطات لا نتاع الطونسيون لا نتاع الصدر لا نتاع القلب، كتمشي كتقول هادشي كاين في السويسي، كاين في مولاي يوسف، كاين في سبيطار الحومات، كتكون هي ماجور نتاع الدواء كتقابل الدواء كتقول لك اختي انا ما عنديش الدواء، كتعمر لك ورقه واش عمرك شتي شي تدويز بلا صناطه بلا راديو بلا حتى شي حاجه، كتشوف فيك كدير لك الرق الرق الرق، كتكتب لك ما كتقيس ما والو، كتهضر معاك كتعمل لك جريده نتاع الدواء كتقول لك سير للفرماسيان صافي، كتعطيك واحد النسبه ديال الدواء واش تجي معاك ولا ما تجيش معاك، واش تقتلك واش صحاك واش تلعب لك في الصحه ديالك ولا تخرج فيك شي عطب خايب ولا تفرعك معدتك، وكتقول لك سير شري هذا الدواء، ما عندهمش هما مشكل في مواطن، مي كتقول لها اختي عافاك عطيني هذا الدواء ولا جبت لك وليد صغير فيه السخان عافاك راه ما عنديش واش ناخذ هذا الدواء، كتقول لك اختي انا ما عنديش وتخبط عليك الباب، الا هضرت معاها ولا تزيدت معاها كتقول لك انا غندوز لك للبوليس، هجمتي عليا في الخدمه ديالي ما احترمتينيش انا في العمل ديالي. واختي كتقولي لنا هذا الكلام هذا وحنا على بعد تقريبا واحد 10 ديال الامتار على البرلمان، كما كتعرفين البرلمان هنا فين داروا القوانين وكيكونوا الوزراء، اش غادي تقولي لهم؟ انا كنقول للسيد اخنوش، السيد اخنوش الله يجازيه بخير يشوف المواطن، يعني الا هو الله يعاونه الله يزيده، ما نحسدوا حنا حتى شي واحد، تا هو خونا مسلم حنا ما نحسدوا حتى شي واحد، لا اللي فاقر ولا اللي عنده ولا اللي ما عندوش، الا عندك الله يزيدك الله يغنيك، ما نحسدوا حتى شي واحد حاجه ولله، هذاك الشيء ربي بغاك ربي عطاك، انا ما يمكنليش غنحيد لك شي حاجه من يدك وربي عطاها لك. انا كنقول لكم واحد الهضره بيني وبينكم الله يرحم الوالدي، انا ما كندخلش في السياسه، انا هي كنقول لكم مواطنه عاديه، انا هي كنقول لكم حاولوا شوفوا الناس الدراوش، شوفوا الناس اللي ما خدامينش، واش كتدخلوا واحد مقاري ما والو كيخدم كيولي كيقول لك انا هو اللي كنحكم في هذه البلاصه، لا شوفوا دوك البيطاله مساكن اللي كيقراو وكيبقاو جالسين، علاش هو كيمشي للمخدرات؟ علاش هو كيمشي للحشيش؟ علاش هو مسكين كيمشي هذا؟ وكيدار ديروا بحث في الديور اللي كاريين اللي ما عندهمش، قلبوا شوفوا المقدمين يشوفوا ويحصيو يديروا يقلبوا يشوفوا الناس اللي هو مسكين ما عندوش شاشات ليله، اللي ما عندوش مسكين كيفاش يدير يخدم، واش هو مدوش شحال من ديبلوم وشحال هو كيقرا وشحال هو كيدمروا عليه والديه ويخسروا عليه ويطيحوا معاه حتى اللي كيجلس مسكين. كنشكروكم من عيوكش كثر منهم. لا ماشي مشكل، حنا كنطلبوكم الله يجازيكم بخير، طلب واحد كنطلبوكم هي تتعاضلوا معنا وتتعاضلوا مع وليداتنا. دا المواطنين والحكومه كل واحد يدير لي عليه، كل واحد يدير خدمته، الصحافه توصل الرساله، المسؤول يدير الخدمه ديالو، الصحافه غتبقى تقليد عليه، الصحافه غتبقى ليه تقليد عليه لما صافتش هذه الرساله وشافوها، بغيناها يشوفوها. بركه من التجاهل، بركه من التجاهل، بركه من التجاهل، لان هذا الشيء اللي وصل ليه المغرب في هذه الحكومه الجديده راه كارثه كارثه، هذا الشيء اللي وصلنا ليه في هذا العهد، الحكومه اللي قلنا زعما هاد الناس لاباس عليهم وغينصفوا للفئات الفقيره، فاذا بهم هما كيغنيوا الاغنياء وكيفقروا الفقراء، من هذا المنبر كنقول لهم اتقوا الله في الوطن، اتقوا الله في الوطن، ما شنا واش شنا الغلاء وغلاء المعيشه، يعني الفقير تيقولوا له بحال لا تيقولوا له والو 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 والو، احنا اللي لمسناه والناس هذيك الراميد اللي كانوا تيخدموا به الناس وكانوا تيمشيو به السبيطارات غادي يوليو حتى هما يخلصوا عادي يتسناو اللي غادي يرد عليهم، يعني هذا الشيء بمعنى راه الفقير غيزيد فقر والغني غادي يولي غني، هذا الحل هو ان الحكومه كما قال لهم سيدنا في خطاب العرش اتقوا الله في الوطن، اتقوا الله في الوطن وخدموا، راه انتم ما غتعيشوش فوق من 100 عام، راه الخلود لله سبحانه وتعالى. التقييم
ديالك المسيره اللي انطلقت من باب حد الفضل؟ كل شيء مضرور، كل شيء مضرور. حنا يعني خصهم يسرعوا بركه من النعاس، خصهم يفيقوا مع هاد الناس. يعني كفى تجاهلا، ماشي يقول لك خلينا راه حنا عاد بدينا، راك عام وانت بادي. يعني هاد الحصيله خصها تكون عندك في 6 موا، خصك تعطي التقرير ديالك. شنو درتي؟ زدتي في الزيت، زدتي في الطحين، شنو تقولوا لعباد الله؟ حلوا لهم شي بلاصه يزيدوا. حنا عاش الملك، ولكن راك بحال كتقولوا لينا حلوا الباب، راه ولادنا ماتوا في الفلايك، ماتوا بالدمار، يعني بالمخدرات اللي حالين لهم. انتم حالين بيبان ديال المخدرات وديال الحبوب المهلوسه، هادشي اللي دايرين. اما المعيشه راكم كتقتلوها. كنتمناو يصحيو هاد العقول، لان راه حنا قلتها، انا سبق وقلتها يعني في المنابر الصحفيه، لان حنا راه الخلصه ديالنا ما كتسواش حتى الثمن الملابس الداخليه ديال بعض الوزراء عيالاتهم. راه ما كان الثمن ديال الخلصه ديالنا ما كيسواش دوك الملابس الداخليه ديال عيالات الوزراء. يتقوا الله ويشوفوا العيالات ويشوفوا الناس المناضلين، ابناء المقاومين اللي عطاو كثير لهذ البلاد. ولكن يعني مع كامل الاسف تنعيشوا التحقير وتنعيشوا التهميش من طرف هذه الحكومه، اللي قلنا راه الكرش شبعانه غتشوف يعني فينا. ساعه تقلبت الايه، الكرش شبعانه ما زادت غير تلفخت وغادا ترتق. نطلبوا الله، الله الوطن واحسن ملك في العالم. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر. ننقلنا لكم مباشره من امام البرلمان، الى اللقاء.